دكتور محمد عثمان الخشت، أولاً مساء الخير وكل سنة وحضرتك طيب. 8 سنوات على ثورة عظيمة هي ثورة 30 يونيو. حضرتك طيب والشعب المصري والدولة الوطنية المصرية بكل الخير والسلامة في هذا العيد السنوي لثورة 30 يونيو التي عادت معها مصر. عودة مصر وهذه الثورة والملايين اللي نزلوا في هذا اليوم، تفتكر اليوم ده؟ طبعا كل بكل تفصيلاته ده كان مستقبل أمة ومستقبل وطن ومستقبل الأسرة المصرية ومستقبل كل فرد. فهذا اليوم يمثل منعطفا كبيرا في تاريخ مصر وفي تاريخ العالم العربي وأيضا في تاريخ كل مواطن مصر. غيرنا بلدنا النهاردة زي ما الدنيا كلها بتشوف مصر ايه اللي بتعمله، يعني العالم كله عنده كورونا واحنا عندنا كورونا، ولكن رغم كده لم نتوقف وبلدنا بتشتغل في كل حتة. مصر بتشتغل بكل قوة وبمسارات سريعة في كل الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وايضا على مستوى التحرك الاقليمي والاستقرار في الشرق الاوسط. فلا شك ان مصر بتتقدم باقدام ثابتة في مسار التقدم. كان قدام جامعة القاهرة اعتصام ايضا ارهابي، اعتصام النهضة. نعم امام جامعة القاهرة وفي رابعة، ولكن الحمد لله الارادة الوطنية المصرية استطاعت ان تقف امام اي محاولات للارهاب والتطرف وللتدمير ولزعزعة الاستقرار في مصر، وانتصرت الارادة الوطنية الحمد لله. دكتور محمد، اولا النهارده كان في واقعه خاصه بالطالب فادي ايمن. ايه حكايه هذا الطالب؟ ايه اللي ادى لهذا الامر؟ وهل هذا الموضوع ممكن يتكرر او يكون اتكرر مع طلبه اخرين ولا لا؟ الحكايه حصلت ازاي انه طالب فجاه لقى نفسه انه في ثانيه طب بيتقال له انت زورت في ورقك ما تجيش الامتحان، ده انت في مشكله عندك، ما الذي حدث والقرارات اللي اخذتوها بعد ذلك؟ نحن في دوله قانون ودوله تضمن تكافؤ الفرص. في جامعة القاهرة هناك مراجعات دورية بتقوم بها الإدارات المتخصصة للتأكد من صحة أوراق الطلاب وللتأكد من استكمال هذه الأوراق. ففي إطار هذه المتابعات الدورية كان في بعض الأسماء وقفت أمامها اللجنة المختصة وأرسلت إلى وزارة التربية والتعليم تستفسر عن موقفهم. تم الرد في البداية بأن بيانات الطالب غير صحيحة من التربية والتعليم. حتى هذه اللحظة أنا لا أعرف فيه، لأن دي أعمال دورية بنقوم بها للتأكد من صحة الشهادات، للتأكد من تكافؤ الفرص، للتأكد أن كل واحد ياخد حقه، وأن لو حد مزور مش هيلاقي له مكان حتى بعد سنتين. ده لازم نشيك على كله طبعا. لازم. لازم طبعا. حضرتك ده جزء من الحوكمة والتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص ان احنا نراجع على انفسنا باستمرار. فالمهم حتى الان انا لا اعرف فيه. انا ابتديت اعرف امبارح بالليل بعد الساعة 8 لقيت الطالب بيستنجد بينا وجرت العادة، لان انا لما بلاقي كده على مواقع التواصل الاجتماعي على طول بتواصل مع الطلب. فانا رديت عليه وقلت له مطمنوا يا اولادي احنا هنتحقق من الامر، ولو ليه حق مش هيضيع. وانا لحد اللحظه دي انا مش عارف قلت لهم لو ليه حق مش هيضيع. وفعلا انا تواصلت مع الدكتور الصديق العزيز دكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم في ساعه متاخره من الليل. وسيادته تجاوب معي جدا، وعرفت ان سيادته عارف الموضوع. واتفقنا ان هو حضرته تاني يوم هيتابع الموضوع بنفسه عشان يتاكد. سياده الوزير هيتابع تاني يوم. دكتور طارق شوقي، لان ده كان بعد الكلام ده بعد الساعه 9 بالليل. يعني الموضوع ده كله اتحل في 10 ساعات ولا 12 ساعه حضرتك. يعني احنا في دوله قانون ودوله محترمه. عايز اتكلم على الدوله المحترمه. لما نلاقي في التباس يبقى لازم نتحقق. طبعا. فالمهم بدا سياده الوزير يتابع النهارده. فدكتور طارق شوقي وعد، وانا كمان تواصلت مع سيادته الصبح واتكلمنا تاني. وسيادته تابع بنفسه، وانا كان عندي مجلس جامعه. فدخلت اجتماع مجلس الجامعه وقلت لهم انا لحد دلوقتي ما جالناش الرد الثاني اللي فيه تاكيد من سياده الوزير، فاحنا لازم نكون عاملين حسابنا على اي رد. لو الطالب غلط خلاص يبقى هو مش هيخش الامتحانات، لو الطالب صح فاته امتحان، فمش هينفع ان احنا نتعامل معاه الا بعداله وتكافؤ فرص. كويس. فانا وجهه نظري ان الطالب لو طلعت شهادته سليمه
هنعمل له امتحان بدل الامتحان ده. اه. على طول. اه. خلي بال حضرتك دي سابقة. نعم. مش مسبوقة. اه. مش هنقول له لا هنمتحنك في الدور الثاني وهتحتفظ بحقك. لا. ده هيمتحن دلوقتي بعد انتهاء المواد على طول عشان ما نشغلوش. نعم. هيمتحن المادة اللي ايه؟ اللي هي من حقه. نعم. فمجلس الجامعة كان متجاوب جدا واتفقنا ان في حالة صحة درجات الطالب يبقى الطالب هيعوض عن الامتحان الوحيد اللي فات. خرجت من مجلس الجامعة لقيت السيد الوزير الدكتور طارق شوقي بعت لي خطاب رسمي على الواتس، مش هنستنى بقى البوسطة والبريد والكلام ده. على الواتس قريته قال لي البيانات ايه؟ البيانات سليمة. على طول خدنا القرار الطالب يخش امتحاناته ونعوضه عن المادة اللي هو فقدها. خلاص الطالب كده هيدخل امتحاناته خلاص. يدخل امتحاناته، وانا كمان تواصلت مع والد الطالب من امبارح. على فكره انا كلمت والد الطالب من امبارح بالليل وقلت له ما تقلقش انا متابع الموضوع بنفسي. وهم متعودين على ان انا لما بدخل في هذه الامور انا فعلا ببقى حريص على العداله يعني، ودي مش فضيله. الخطا منين دكتور خشت؟ خطا منين بصراحه؟ بص حضرتك انا عن نفسي الموضوع في جامعه القاهره انا حولته للتحكيم. الدكتور طارق شوقي سيادته قال لي ان هو هيحول لتحكيم الوزاره. فالتحقيق بقى هو اللي هيسر عن بيان مين المسؤول عن هذا الخطا، وهيتم محاسبته طبعا. طبعا. طيب هيتم محاسبته. الطالب الطالب دكتور اتفضل دكتور. لا يا احمد بيه اتفضل. الواقعه دي تكشف على ان احنا في دوله القانون. نعم. ان احنا ما سيبناش الطالب وسكتنا ويلا بقى يروح يجيب حقه بالمحكمه والكلام ده. لا احنا اتدخلنا في ظرف 10 ساعات كان الموضوع محلول. نعم. بتواصل من رئيس جامعه القاهره مع السيد وزير التربيه والتعليم. وتم حل الموضوع. ما احنا كده في دولة قانون وسيادة. نعم. وكل واحد من حقه ما بيضيعش. هايل. بس عدة ساعات تم حل الموضوع حضرتك. ملف الطالب ده لما قدم اكيد ما عنده ملف كامل عشان بالدليل انه دخل كلية الطب وطالب من فوقين 405 درجات ونصف تقريبا، وبالتالي الملف بتاعه بيقولوا انه مش موجود في الجامعة ولا موجود؟ لا حق، ما هو احنا لقينا ملف موجود، ما هو اللجنة اللي بتراجع وجدت ان الملف غير مكتمل. فبناء عليه خبط وزارة التربية والتعليم بتسألها. فده يحسب لجامعة القاهرة ان هي بتتحقق من الاوراق من المستندات وبتحاول تتاكد عشان ما يتسللش اي شخص مزور. نعم. طيب فابني فادي، ابني فادي كويس. حقه محفوظ كويس. وانا تواصلت معاه هو على الفيسبوك ومع زمايله كويس، وتواصلت امبارح بالتليفون مع والده. والحمد لله احنا خلصنا الموضوع. خلاص فادي خلاص. مش هديه حقه. ابني فادي مش هديه حقه. لا بس عاش يعني ساعات عصيبه او كم يوم عصيب، واحد مستقبله ضايع. لا بس هو كويس الحقيقه والله. انا مبسوط منه. والساعات اللي هو عاشها العصيبه دي انا هجيب له حقه ان شاء الله. هايل. هترجع له حق الطبطب عليه كمان، لانه واضح انه اتأثر لما قالوا له لا ده انت زورت الورق وانت كذا. واضح لا مفيش حد قال له زور، ومفيش حد قال الكلام ده. لا مفيش حد قال كده. لا محدش قال اي حد. بس هو التحقيق بقى هيبين احنا فيه. يعني انا كرئيس جامعه عايز اتحقق من اللي بيحصل تحت، بعمل تحقيق واسع المدى عشان نشوف بقى مين اللي اساء ليه او مين اللي تسبب او كذا. وكذلك دكتور طارق شوقي سيادته قال ان هو هيحقق الموضوع. نعم. اللي تسبب في الخطا هيعاقب. هيعاقب. طبعا احنا في دوله قانون حضرتك، عمال اقول لك احنا في دوله قانون. نعم. دوله القانون هي اللي بتفضل حق لاصحابه. هايل. طيب في واحده دلوقتي متهمه، كانت عندكم طالبه في الجامعه حاليا متهمه ومحبوسه وبتعاد محاكمتها، اعتقد النهارده كان اسمها حنين حسام. هل خدتوا اجراءات ولا منتظرين ايه اللي بيتعمل بالنسبه لهذه الطالبه؟ احنا اخذنا قرار الاتي. اول حاجه احنا مش هناخد موقف نهائي الا بعد صدور حكم بات. نعم. بالعكس الحكم البات اللي هتصدره الدرجه النهائيه للتقاضي هو اللي هيكشف عن الحقيقه، هو الكاشف عن الحقيقه. وبالتالي احنا منتظرين هذا. يعني لا فصلت لم تفصل، مش هتفصل من الجامعه دلوقتي. لا دلوقتي احنا خدنا اجراء مؤقت وهو ايقاف قيد الطالبه. ايقاف قيد الطالبه. فايقاف قيد الطالبه خلاص هي وضعها معلق لحين صدور حكم بات ونهائي. وانا اتصور ان هي دي العداله. نعم. ما تاخدش موقف الا بعد الحكم النهائي. نعم. مره ثانيه بشكرك دكتور محمد.